إذن هاي صار عندي الاستراكشر الأساسي لهاي. هذا لو أنا بدي أرسمه كان بإمكاني أرسمه بشكل مختلف، كان بإمكاني أرسمه هيك، وأحياناً بعض كتب بتشوفه مرسوم زي هيك بس عشان شرح عملية كيف هو بيشتغل. فممكن أنا كان أرسمه زي هيك، كان ممكن إني أرسمه أنا هيك وأحط هاي هون الريزيستر. هلا نرد نسأل سؤال، شو بيمثل هذا الاندكتر والريزيستر اللي هون؟ اللود. معظم اللودز الصناعية مش ريزيستر ولا كاباسيتر، معظم اللودز الصناعية اندكتيف لودز. اوكي، زي ايش؟ ايش مثال عليها؟ محرك، ترانسفورمر. اوكي، غالب اللودز الصناعية هي اندكتيف مع ريزيستنس، مرات ريزيستنس قليلة حسب ال... شو الأربعة سويتشز هذول اللي رسمتهم؟ هل أنا فعلا بالحياة الواقعية بستخدم ميكانيكال سويتش؟ لا. ليش مشكلة الميكانيكال سويتش؟ بطيء، وبصير فيه كمان بصير فيه مشاكل من ناحية الاختراق والسباركينج. إيش الأفضل إني أستخدم؟ لكن إذا شفت هذا في كتاب شو بكون؟ بقوم بس لغرض التوضيح عشان يسهل حاله، ما يرسمش السويتش، ما يرسم السويتش هذا، خلص بتفهموا إن هذا السويتش هو له حالتين. إيش التو ستيتس لهذا السويتش؟ أون أوف. إيش التو ستيتس هون راح تكون؟ اون اوف. ما راح استخدمه كامبليفاير، اوكي، بستخدمه كسويتش. وهذا كان تعريف الباور الكترونكس، احد التعريفات الرئيسيه للباور الكترونكس، انه وي يوز باور الكترونيك ديفايسز اس سويتشينج تو كونفرت الكتريكال انرجي فروم وان فورم تو انذر. مرات برفع الفولتج، بضل دي سي لدي سي بس برفع الفولتج، زي ايش؟ بوست كونفرتر، او بنزل الفولتج من دي سي لدي سي وبنزله زي باك كونفرتر، او مرات برفع ومرات بنزله زي الباك بوست كونفرتر. مرات بغيره من فريكونسي لفريكونسي، في عندي AC to AC converters، بغير مباشرة من one frequency لانذر frequency، هذا اسمه cyclo converter. أوكي، فأنا ممكن أغير من voltage من DC ل DC، ممكن أغير من DC ل AC، ممكن أغير من AC ل DC، وممكن أغير من DC ل DC. أوكي، هاي أربع أنواع، كل التغييرات في سبب إلها، ليش بغيرها، ليش بغير من نوع لنوع. إذا إحنا هذا بس لو رسمناه ما حد يفكر إنه هذا ميكانيكال سويتش. أنا ما بقدر أستخدم ميكانيكال سويتش هون، استخدمنا احنا هون الكترونيك سويتش، بس احنا عملنا له انهانسينج. شو حسننا في هذا الاي جي بي تي؟ حولناه الى باي دايركشنال سويتش. واحيانا الباكج انت لما تشتريها او حتى لما تنزلها من السيميلينك شو بكون فيها اصلا؟ فيها دايود. بس انتبه الابلكيشن صح، تذكروا في البوست كونفرتر ما بصير تستخدم كنت دايود، هون كان ريزيستر. تمام، اوكي.